نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم غبرت عليكم هاد اليومين وانا رجعت لكم، رجعت بلانيفيرسير ديال تسنيم. قلت لكم الغزاله راه كملت العام وحنا درنا لانيفيرسير اليوم ودرناه في بلاك ايريس. بالنسبه للبنات مكناس راه غادي يعرفوا بلاك ايريس فين جات، واحد الكافي اللي زوينه. انا وريتكم الدراري سمعتوا فيا هابي باز داي تو يو تا تا تا. المهم البنات انا نقلب لكم الكاميرا باش غتشوفوا الدراري وتشوفوا تسنيم. ومهم غادي نشارك معكم هذا النهار كامل كيف غادي يدوز عندنا، وغادي يجيو هكا صحاباتي. المهم الصراحه ما عرفتش بزاف ديال الناس، عرفت غير المقربين بزاف وصافي. المهم هذا النهار غادي يدوز زوين بزاف. وي مامي زياد محيح، زياد محيح الاميره ديالي تسنيم غزيوله ما شاء الله عليها، الله يحفظها يا ربي. المهم كملت عام عقبال ان شاء الله طول العمر، وعقبال وليداتي كاملين خمسه ان شاء الله يكبروا. اوكي زياد خليني نكمل، يكبروا ان شاء الله وداكشي اللي كنتمنى ان شاء الله نشوفهم في حياتهم يحققوها ان شاء الله يا ربي. يلا الغزالات انا نقلب لكم الكاميرا باش غادي تشوفوا الغزاله ديالي تسنيم ونهال وفهد وسعد. وديك الساعه نرجع نكمل معكم اي حاجه دوزناها اليوم غادي نشاركها معكم. وي مامي انتما البنات الغزاله ديالي الاميره برانسيس كبيدة جويز انيفيرسير بيبي. هانتوما البنات لانيفيرسير ديال تسنيم سعد وفهد. زياد جويز انيفيرسير تسنيم بيبي ياك. انتوما شوفوا لي القطيطه ديالي اميره ديالي نهال كبيدة بطل العمر حبيبه كيدير لكم فهد بوسه كوفيده ديالي بطل العمر ان شاء الله حبيبي. اجي حدايا تسنيم بدا كيجيها الناس. طيبه الغزالات المهم بغيت نوريكم شكون اللي جا عندي. واحد يوتيوبر غزاله ما شاء الله عليها
انتم البنات السلام عليكم البنات، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ لاباس تكون البنات كاملين على خير وبخير. اليوم عتو والله العظيم اكرام عزيزه وغاليه بارك الله فيك. كنت حتى الاخر حدا كنت ما جايش حيت كانوا عندي الضياف وقلت لا نجي على حساب وعلى حساب تسنيب المعتره بنتي والله العظيم قبل ان شاء الله ما تشوفيها عروسه وتفرحي بها يا ربي وتشوفيها على المرات يا ربي امين. البنات هي اللي كانت قدت لي البيفي ديال البيبي شاور ما شاء الله عليها، عندها داكشي غزال طوب. انا نخلي لكم ليان ديال الانستغرام ديالها حتى هو وليان ديال القناه ديالها. الصراحه كنا غادي نديروا هذا لانيفيرسير غير انا وياها كنا بروغرامين ولكن خوتي بيا انا كنت دايره بروغرام واحد اخر لا والله هكا جايه زوينه داكشي البنات والله العظيم هذه غير على غفله وصافي كلشي على غفله. الصراحه حنايا اكثر من شهر كنا دايرين بروغرام نديروا غير بعدياتنا ان شاء الله كنا غادي نقدموا داكشي ولكن ماشي مشكل كلشي ان شاء الله مازال ان شاء الله بالنسبه للبنات مرحبا بكم عندي الانستغرام ديالي تابي روج غيزلان كندير لورغانيزاسيون دو فيت دو ا ا زد لي بوفيت يافار. المهم غنخلي لكم الانستغرام في صندوق الوصف عند الاكرام ولا بغيتي شي حاجه مرحبا بكم تندير اثمنه جد مناسبه. البنات راكم ما تندموش والله العظيم عندها داكشي زوين. شوفوا بعدا تسنيم اش دات لي الناس غادي يعرفوا والله العظيم البنات والله الا عندها داكشي زوين وحتى القناه تستافدوا منها لا في النصائح لا في البساطه لا في الطبخ لا في داكشي هي ما شاء الله عليها والله العظيم. انا بديت القناه انا وياها في نفس الشهر تقريبا وخديناها تحدي قلنا حنا غنديروها كهوايه يعني ماشي ضروري الفلوس كنقدموا داكشي اللي كنرتاحوا فيه وتنديروا داكشي اللي كانت امنيتنا العاديه كنبارطاجيوها مع الناس وصافي. كنتمنى انكم تدخلوا عندها حتى هي يعني الناس ديالي غادي يدخل عندها وصحاباتك والناس ديالك يدخل عندها. البنات مرحبا بلي فانز ديال لمسات ام البنات مرحبا بهم عندي في قناتي ونهار كبير الا جيتو راكم ما غاديش تديروا المتتبعات ديالي الا دخلوا عندك راه فريمون ما غاديش نديروا ولي فيديو ديالها ما كتمليش منهم ماشي طوال ماشي مملين والله العظيم. حتى انا البنات كاملين اللي عندي البنات والدراري بغيتكم كاملين تهجموا على القناه ديال لمسات ام البنات قناه زوينه وغتستافدوا منها ان شاء الله وغنخلي لكم الليان ديالها في صندوق الوصف وحتى هي غتحط لكم فيديو ديال اليوم ديال لانيفيرسير ديال تسنيم. المهم بنات انا باقي غادي يجيو واحد جوج يوتيوبرزات كاينه تيتا الحايل وجادور لايف حتى هما غادي يجيو ان شاء الله. كنت شاركت معكم في واحد لانيفيرسير ديال بنت تيتا الحايل وحتى هما غادي يجيو ان شاء الله وغادي نولي نصورهم لكم. كاينه معايا حتى فردوس المهم انا نقلب لكم الكاميرا. كاينه نورا المهم كاينين كاينه مسخو نورا حتى هي مرحبا بكم نهار كبير ملي جيتو عندي والله. المهم كاين اللي ما غاديش نبينو لكم ان شاء الله يا ربي راكم عارفين البنات كاين اللي ما خصنيش نصورو كاين اللي ما كيبغيش يبان راكم عارفين كل واحد وحريه الشخصيه ديالو. وكاينه سناء خلاص سناء حتى هي وليتو كتعرفوها هي وهي وفردوس خدامين كيديروا لي ستوري ولكن الغزال ديال غزلان ما شاء الله عليها والله العظيم واخا حتى هي كانت البنات راه ما شاء الله هاد الزين كامل عندها خمسه د الوليدات وكتشعل وليداتها كيشعلوا دارها كتشعل والله العظيم غادي يدخلوا عندها غادي يستافدوا من التويولات ديالها ومن الاناقه ديالها وكيفاش كتربي وليداتها والله العظيم البنات ما غاديش يدخلوا عندها وغادي تستافدوا اكيد والله العظيم ماشي مجامله والله العظيم مش تكبعين الرحمه ما شاء الله زعما مثال المراه المغربيه اللي كتقاد ما بين دوارتها وليداتها والله العظيم زعما ماشي مجامله. وينو هادو البنات افينات شوفوا افينات وتاتك ايمان ما شاء الله هادي جادور لايف حتى هي غنخلي لكم ليان ديال القناه ديالها ما شاء الله عليها. راه ديجا كنت شاركتها معكم في لانيفيرسير ديال تيتا الحايل كدرتي لاباس عليك نهار كبير من جيتو عندي والله العظيم نهار كبير ياك فردوس الفين ديالي هيا فردوس هيا الغزال ديال فردوس تسنيم الله يخليها لك وتشوفيها امين يا ربي امين حبيبتي الله يخطيك مرحبا ونهار كبير جيتو عندي والله العظيم ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله وتشوفيها كيف ما بغيتي ان شاء الله امين يا ربي امين تنتفعقبال ان شاء الله تزيدي لنا ان شاء الله ماشي صبور بارك الله فيك تشيا فيفا بارك الله فيك بارك الله فيك
شي نهار غنديروا انا وياك شوفوا البنات ان شاء الله نديروا شي فيديو مشترك داك الشيء اللي كنصايب من يديداتها غزال ان شاء الله غادي نديروا انا وياك كيما هكا نصايبوا شي حاجه بريستيج عرفتي شحال حنا دايرين باش نتلاقاو باش نديروا شي فيديو مشترك والله العظيم الدهوي ديال الدنيا عندك سبحان الله قلت لكم كتب الله راه كاين داك الشيء والله العظيم قلت لكم البنات شي نهار ان شاء الله غادي نصايبوا شي حاجه هكا هي هادشي ديال البريستيج عندها غزال كتقاد بحال الدجاج ياك الدجاج مع امك اي حاجه انستغرام ديالها وديك الا شي حاجه هكا مرحبا بك داك الشيء وشي نهار خصنا نصايبوا انا وياك شي فيفا بريستيج ان شاء الله نصايبوا بون ماتش بريستيج ان شاء الله ونشاركوا معكم في القناه شوفوا شوفوا الدراري الدراري فرحانين بعدياتهم حتى هما كيلعبوا لا ما نقولها لكش بالعكس كتجي زوينه هكا على غفله غنحطك هكا على البنات انا والله العظيم ما غادي نديرها ليها ما غاديش نمونطي وما غاديش نحيد هاد صافي إيمان إيمان الكواليس كواليس بلات شوفوا شكون اللي جا عندي مرحبا والف مرحبا والله العظيم جات كبرات ليا والله لا لا جا انت تسنيم لا ياكي ليه لا يخطيك والله لا انا سعيده التسنيم ان شاء الله تشوفيها وليتي ان شاء الله امين مرتبه زوينه ان شاء الله لا جات اكرام كبير وطرافه لا يخطيك والله الا نهار كبير ملي جات عندي والله العظيم البنات البنات هي اللي صيبت ليا الجديده ديالي والخميس والجديده ديال التسنيم ما شاء الله عليها المهم حتى هي غنخلي لكم لين ديال الانستغرام ديالها عاد داك الشيء غزال غزال البنات مرحبا بكم مرحبا بالجميع مرحبا بارك الله فيك مرحبا الله يكبر فيك انا
البنات خليو لنا لي لايك ديالكم ولي كومونتير اي سؤال كنجاوبو عليه وشكرا لكم كاملين. زلات مهمة حنا سالينا دابا غادي نمشيو غادي نخرجوا واخا ماما انا نعطيك غادي نخرجوا دابا من الكافي ان شاء الله نكمل معكم ونشارك معكم حتى لي كادو اللي وصلوا للتسنيم.